كيف يعرف الإنسان أنه معيون أنه أصيب بالعين؟ أيوة. هل هناك أعراض؟ طبعا كل الأمراض هذه اللي ذكرناها سابقا، العضوية، النفسية، الروحية، كلهم لهم أعراض، والأعراض هم قد يكون الأعراض مشتركة بينهم، وقد كل واحدة تنفرد بأعراض معينة. أيوة. أضرب لك مثال، لو إنسان مثلا في صداع، صداع هذا مرض مشترك، قد يكون سبب مرض عضوي، واحد مع جيوب سبب صداع، قد يكون نفسي مع اكتئاب، مع اكتئاب وضيقة وكذا سبب الصداع، قد يكون مع مس شيطان أو سحر أو كذا سبب له صداع، قد يكون معيون صاب حاجة سبب له صداع. فهذا من علامات قد تكون مشتركة، يعني ما أخذها أنا أقول لكل واحد في صداع أقول عين العرض نفسه يدل على أكثر من مرض. أيوة، لكن هناك في أعراض خاصة حق العين، واضح معي؟ إذن عطني يا أخوان مثال، إنسان تشوفه نحيف مهما أكل، مهما أكل. مصفر الوجه، بس خلي بالك أنا قلت لك ممكن الأعراض تصير مشتركة، ممكن سبب مرض عضوي، فقر دم، في شيء. طبعا احنا نتكلم هذا بعد ما يفحص وتأكد وقالوا للطباء ما فيك شيء. نعم نعم. هنا يتجه الى احتمال قد يكون الله يحفظ كثير التثاؤب مو طبيعي، هذه علامة العين. كذلك البكاء من غير سبب، هذه من علامات العين. بعضهم يقول انا اتثاؤب اذا قريت قرآن. لا، اذا كان تعبان طبيعي. لا لا لا، اذا بس اقرا قرآن لا، احنا نتكلم كثير التثاؤب، يعني كل دقيقه تثاؤب، كل دقيقه تثاؤب، سواء اقرا قرآن ولا غيره ولا طبيعي. مو طبيعي. التثاؤب قد يكون من الشيطان احيانا ترى، حق القرآن. يعني في مشترك انا قلت لك. منها كذلك الضيقه، ضيقة التنفس، اي نعم، عوار القلب، ضيقات القلب السريعة. قد يكون الله يحفظك رعشة في أطارفة، كثير التقيؤ، تجشع كثير، ما يقعد في وظيفة معينة، كل يوم يغير وظيفته بسبب العين، يفصل من كل شغلة يدشها وين ما يروح، كلها مفصول من عمله بسبب العين، ساكنة بعين. بس هناك حتى لو ما كان متميز، يعني تميز ظاهر، يعني هل في ناس تحسد على أقل شيء؟ يعني هل الذي يصاب بالعين هو المتميز، ولا أيضا يمكن يصاب الإنسان العادي؟ العادي ممكن 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 ممكن. بس دائما صاحب العين ما يصيب إنسان إلا في شيء أعجب فيه. لازم فيها إعجاب، ما تي العين شيء يلفت انتباهه. يلفت انتباهه، واضح؟ لذلك هي لها أعراض، يعني مثل ما قلنا لها أعراض كثيرة، من أبرز أعراضها أن يتغير حاله بالحال بسرعة، بالعكس